والخمجية ومعالجتها والوقاية منها. يعني أنا ما بصير أعمل شيء، أدرس شيء، ضيع وقتي بدون هدف محدد. فنحن شفنا إنه الأحياء الدقيقة، الجراثيم بالذات نحن اللي ماشيين فيها، لها طرق مختلفة لإحداث الأذية عند الثوي. طبعاً هي مشان تعيش، فبتخرب الأنسجة، بتفرز الديفانات، بتساوي البلاوي اللي شفناها في موضوع الإمراض. طبعاً لو كنا حكينا هالحكي وقفنا، رح يسمعوا حدا ويقول معناتها ما لازم يضل بني آدمين بالدنيا بسبب الجراثيم. لكن بالواقع دائماً العلاقة فيها يعني تكافؤ ما بين السالب والموجب، كأنه الدنيا قائمة على مبدأ لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، سبحان الله. فهناك عند الثوي اللي هو الإنسان والأثوياء الآخرين أيضاً عوامل تحاول قدر الإمكان وقف أو منع الجراثيم من إحداث المرض، وذلك إما بمنع وصولها إلى الثوي قبل أن تصل، أو بمحاولة التخلص منها إذا وصلت إلى داخل المضيق. هلا رح نشوف كيف هذا الشيء بصير ومين مسؤول عنه بجسم. هالعملية برمتها اللي هي الدفاع ضد العوامل المؤذية سموها المناعة، immunity. طيب مين بدها المناعة؟ بدها عمال يقوموا فيها، بدها أجهزة بالجسم يقوموا فيها، فسمي الجهاز المتخصص بالجهاز المناعي. وهناك أماكن في الجسم أو أجهزة أو أجزاء غير متخصصة بالمناعة. شو يعني؟ يعني عم تشتغل شغلتها، يعني فلاح عم يفلح ارضه بس حكمت ارضه على حدود، قالوا له ايه ماشي حالك، عم من هون لا تخلي حدا يبرم. هذا ما صار عسكري، هذا لساته فلاح بس عم يساعد. في بعض مكونات الجسم ليست متخصصه، مو عم تاخذ معاش طول الشهر قاعده بس لحتى توقف الجراثيم او غيرها اللي فايتين، لا هي عم تشتغل شغله. واذا مرة شيء غريب تمنعه، هي سموها عوامل الدفاع الطبيعي أو المناعة الخلقية innate immunity. إذا تقسم المناعة اصطلاحا إلى مناعة خلقية تخلق مع البني آدم غير نوعية، ومناعة نوعية مكتسبة فقط عملها الدفاع عن الجسم. طيب هلا قبل ما نبدا قلنا انه المرض هو شو؟ ميزان ما بين العوامل الممرضة، ما بين إمراضية العامل الممرض وما بين المناعة. طيب هاي الدفاعات الطبيعية الموجودة بالجسم او عوامل الدفاع الطبيعي او المناعة غير النوعية، من الذي يقوم بها او مما تتكون؟ لا لا قبل يقول انتم بالاول حواجز. اول شيء شو بنقول عنها؟ لا مو فيزيولوجيه، فيزيائيه. حواجز ميكانيكيه او فيزيائيه، فيزيكال اور ميكانيكال باريرز. حواجز حواجز هيك شلون بحطوا؟ ما بده يخلوا حدا يجيبوا حيط هيك وحيط شمال، مثل بني ادمين تعلموا الجسم بيحطوا بس مجرد حاجز، لو ما في عليه حدا بيمنع الدخول. اذا الحواجز الميكانيكية او الفيزيائية. اثنين حواجز كيميائية، بيرشوا DDT ودواء صراصير هيك مشان ما حدا يجرب. شو بتحطوا له الصراصير هيك ترش رشة DDT قبل ما مشان ما يفوتوا؟ بتروحوا. ثلاثة حواجز حيوية او خلوية. خلينا نشوف هلا الحواجز الميكانيكية اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها بهالجسم، اللي هي الجلد اللي بيشكل ما يشبه كيس النايلون اللي مغطينا، الجلد والأغشية المخاطية بسموها الإبيثيليال باريرز أو الظهارات. جسمنا مغطى بطبقات متراصة من الخلايا الظهارية اسمها إما الجلد أو الأغشية المخاطية.
هاي الطبقات اللي هي كل شيء على تماس مع العالم الخارجي مغطى فيها، هي بتشكل طبقات مرصوفة تمنع الدخول. فإذا هاي الجد والأشياء المخاطية السريعة. طبعا ليش عم ناخذهم نعرفهم؟ مشان نعرف إن أي أذية في أحد هذه الحواجز شو تشكل منطقة لدخول العامل المغرض. لذلك جدنا نحافظ عليه. إذا إنت مجروحة ما نقربها على شيء ملوث. فإحنا بدنا ناخذ دم للمريض ولا بدنا نقيم ولا بدنا نساوي حتى الإن مثلا ولا الممرضة والمشهور تغير الأغراض الصغار ولا تساوي كذا مجروحة شو بتعمل؟ بتضمدها وبتلبس فوق. وراح أقول شغلة دائما الجلد السليم ليس فقط الجلد اللي نحن شايفينه بالعين المجردي، احيانا قد تحدث تصحجات غير مرئيه تدخل من العوامل الدقيقه، هي كثير صغيره. ما بدها هيك الجلد يفتح الانف حتى تفوت، لا. اذا نحافظ على الجلد والانشيه المخاطيه، بس كل ما حكينا شغله نحط ببالنا انه هي عامل مهم جدا يجب نحن نحافظ عليها ونطلب من مرضانا أن يحافظوا على العوامل المناعية. طيب هاي الجلد أغشية المخاطية، شو في كمان حواجز ميكانيكية إلها ميكانيكال إفكت؟ حركة السيليا. هلا أي شغلة نحن بنستنشقها خلال ساعة زمان ساعة ونص لازم تطلع. الغبرة ولا الدخان، هاي كل شيء فوق النص ميكرون جسمنا بيدفعه. شوفي كمان هي كيمياء، حركات الحوية للأمعاء وليس للمعدة. لذلك حتى الإسهال بحد ذاته حركات حوية هو للتنظيف. جريان الدمع، جريان البول، السعال، وينسيتو العطاس، بلو هذا بشان نطالع الشغلات اللي جوا. الصندوق ميكانيكي بيعمل حاجز وبيطالع معه. اذا كثير من العوامل موجوده لدينا اعطاناها الله سبحانه وتعالى لكي تمنع وصول الاحياء الدقيقه الينا. واذا وصلت كنسها مكانس، حتى الاشعار الموجوده بالانف، حتى كثير شغلات كلها سوا بتساعد على عدم وصول حركه الاجفان. اذا الكثير من العوامل. شو قلنا كيميائية مثل حموضة المعدة، الفاتي أسيدس الموجودة على الجلد تفرزها الغدد العرقية والغدد الأخرى، العصارات الهاضمة، وفي مواد أكثر نوعية. يعني مثلا هدول بدنا هيك نحفظهم للزوزومات، مثلا الفيبرينوكتين، الانترفيرون، البيروكسيديز الموجودة في بعض الأماكن، اللايزوزومز، اللاكتوفيرين، كل هاي مواد نحن نحفظ كل مادة وين موجودة وشو تأثيرها. رح يمروا عنا بكثير الانترلوكينز، هدول السيتوكينز، تماما كل هاي مواد مفرزة ممكن تفيدنا في إما حل العامل الممرض أو تثبيطه ومنع الممرض. إذن هاي نجي بيولوجية أو الخلوية. شو عندنا يعني عامل مهم جدا في الدفاع البيولوجي أو الدفاع الخلوي عن جسمنا؟ شو؟ أبن هدول أصحابنا حكلي لحكلها الفلورا. إذا الفلورا عامل مهم وحكينا كيف منه بتمنعهم بطريقة المنافسة على الغذاء والمكان، بالإضافة إلى إفراز بعض المواد الكيماوية المحلية، بالإضافة إلى حث الجسم على إنتاج بعض الأضداد التي قد تتصالب مع مستضدات عوامل ممرضة، وبالتالي هي عنصر هام جدا. وشفنا إنه شعارنا راح يكون نحن والمرضى بنقول له حافظ على فلورتك. الفلورا عامل مهم جدا دفاعي، يعني قلما ننتبه اليه. وكثير من الاضطرابات منكم فات على النت وشاف ديسبايوسيس او ديسبكتيريوسيس، لا
تحت هالكلمه ديسبكتيريوسيس او ديسبايوسيس هو اضطراب الفلورا، هيك اسمه باللاتيني، راح تلاقوا 100,000 بحث تحكي عن المشاكل الناجمه عن اضطرابات الفلورا. طيب شو في عندنا هلا بي بعدها؟ قلنا عندنا بعض الخلايا المتخصصة إلى حد ما في الدفاع عن الجسم، لكن ليس بشكل نوعي وإنما ضد أي شيء غريب داخل إلى الجسم. هذه الخلايا هي الخلايا أو الكريات البيض، وبشكل خاص البلعميات، الفاجوسايتس التي تقسم إلى بلعميات كبيرة وبلعميات صغيرة. البلعميات الصغيرة إلا النيتروفيلز العادلات، والبلعميات الكبيرة المونوسايتس. هل البلعميات الصغيرة موجودة بالمجرى الدموي بالدم؟ بتشكل جزء حوالي 60-70% من الكريات البيض موجودة بالدم، موجودة بالأعضاء اللمفاوية في الجسم. اما المونوسايتس فموجوده بالدم بكميه قليله، لكن موجوده بالعقد اللمفاويه وموجوده موزعه مثل النواطير بكل الانسجه. وبشكل خاص بيكون تركيزها في بعض الانسجه اكثر، بسموها الجمله الشبكيه، كنا سابقا البطانيه، هلا صرنا نسميه النسيج تماما، او منظومه الوحيدات او جمله الوحيدات البلعميه الموجوده بالانسجه. تسمية البلعميات النسجية، وكل جزء من الجسم هي مثل النواطير قاعدين موزعين بكل الجسم، منها مثلا خلايا كوبفر، منها خلايا لانكرهانس بالجلد وهلوم مجرد. طيب شو بتساوي هاي الخلايا؟ قبل ما نشوف شو بتساوي خلينا نحن نطلع على السيناريو بشكل متكامل. اول ما بفوت العامل الممرض هنحكيها قبل ما تنتهي بالصورة بعدين نوضحها. أو عندما تحصل أذية للخلايا بالحالتين، خلينا نحكي عن دخول العامل المبرد، الجرثوم أو غيره، عندما يدخل إلى داخل يجتاز الجلد، جوع إيده مجروحة أو ضربته شغلة في عليها جراثيم ففتح الجلد ودخلته، أو الأغشية المخاطية كان فيها كشط أو غيره، أو السيليا تعبانة من كثرة التدخين أو البيئة الملوثة أو 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 إجت هاي الجراثيم قدرت تستقر وتبدأ بالتكاثر. هنا الخلايا الموجودة في المنطقة التي دخل منها العامل الممرض، وخاصة الماكروفيج والديندريتيك سيلز أو الخلايا التغصنية، سوف تشعر لديها مستقبلات لأجزاء من هذا العامل الممرض. تعرف إنه هدول هالبروتينات هدول تابعين لعامل ممرض وليس لخلايا. يبدأ هنا مسلسل كبير من الإفراز والاستجابة اسمه. شو بصير؟ تبدأ هذه الخلايا بإفراز مواد كيماوية هي لغة التخاطب ما بين الخلايا كريات البيض، لذلك سموها من اول ما سموها لينفوكينات، بعدين لقوا انه هي لغه التخاطب مو بس بين كريات البيض، اكثر من هيك اوسع، فسموها سيتوكينات. وبما انه هي ممكن تاثر على الخليه الثانيه وعلى نفس الخليه، يعني الخليه بتفرز السيتوكين وبياثر عليها، قام سموها انت لوكينات. عرفتوا هلا صرتوا اذا حطوهم بالمناعه تسموه هيك. إذا الليمفوكينات فكروها بين الكريات الليمفاوية بس، بعدين لا هاي سموها سيتوكينات، وانترلوكينات بسبب تأثيرها اللي ممكن يرجع على نفس الخلية. تبدأ بإفرازها، شو وظيفة هاي الانترلوكينات؟ مثل ما شفنا بالديفان داخلي الانترلوكينات بيروح على تحت الوطاء وبينبه، في منها انترلوكينات بسموها كيموكينات. ليش؟ لأنه شغلتها تروح على أقرب مركز تجمع، أقرب سكني للخلايا اللمفاوية أو للكريات البيض، وخاصة العديلات أو وحيدات النواة،
وتقوم بجذبها الى منطقه الاذيه، منطقه وجود العامل المورد. هدول بيسموه الجاذبات الكيماويه او الكيموكينات. تستجيب الخليه وتاتي الى منطقه الخمج او منطقه الاذيه او منطقه وجود العامل المورد. طيب حتى يجوا هدول العساكر لازم شو نعمل لهم؟ نفتح لهم طريق، فيتم افراز الهستامين. تتحرك الخلايا البدنيه الموجوده ببعض الانتروكينات عم تخرج او سايتوكينز ويفرز الهستامين، بصير تتوسع الاوعيه. هلا اجوا وصلوا للمنطقه الاذيه، صار هدول ينطوا من فوق الشريط من فوق الحاجز مشان لانه في عندي خلايا بطانيه ولو طبقة واحدة، شو لازم أعمل للخلايا البطانية؟ بعدها عن بعض، فبصير زيادة نفوذية. حتى في عملية كثير دقيقة هي إذا أخذتوها بالمناعة هيك شرحوا لكم إياها زيادة، بس يوصلوا على منطقة الأذية بصيروا يدوروا، بتصير في مواد تأثر عليهم بيوقفوا بصيروا يفتلوا بأرضهم. بعدين وبيلزقوا بالبطانية، بيفتلوا بيلزقوا بالبطانية، بيفردوا عن البطانية، بيلزقوا هيك حتى ينسلوا من بين الخلايا البطانية ويتجمعوا بمنطقة الخمج. ما بصير على أرض الواقع بصير مشكلة، جيبوا الشرطة بروحوا يردوا، بيجوا الوي وي هدول اللي ينادوا لهم، بيتجمعوا، بصير نفس الشيء، بصير تجمع يحوي الخلايا سواء اللي كانت موجودة سابقا أو التي أتت لاحقا. أسرع ما يصل هي العديلات عادة. شو بتعمل بقى هاي الخلايا؟ أغلبها يقوم بفعل البلعم، هي بلعميات سواء الصغيرة أو الكبيرة. ما هو فعل البلعمة؟ تقوم الخلية البالعة بتشكيل حويصل لها القدرة على أن تجعل لها ما يشبه الأيدي الكاذبة. طبعا شو بدي فوت عليها العامل المورد تضحك عليه؟ تجي بدها تقول له يا روحي يا قلبي بدها تحضنه. هو صار تاخده بالأحضان، فلا تاخده فيها، هي الأخذ بالأحضان أحيانا في وراء بلعمة. فتاخده بتشكل فجوة اسمها الفاجوزوم. ترجموها هلا بالمعجم الطبي الموحد الجسيم البلعمي، بس قبل كان ترجمينها بالكتاب تبعكم اليبلوع. فهذا اليبلوع هو يصير ضمن الخليه. طيب اليبلوع ما بيعمل شيء لانه ما كان في بقلبه شيء، يعني هلا من فرد ايديه ما في مواد سامه من برا، بس هذا بس لحتى ياخذه لجوا. هذا مثل واحد عمل له هيك الشبكه ودخله. هلا بده يدخله بقى لوين؟ على الحمام لجوا. فحتى يقتله امامه طريقتين، اما يقتله ضمن الخليه بواسطه المواد السامه، هي راح تسمم الخليه، لذلك هذا الشيء ما بيحصل، هي الخليه البالعه ملعونه. بتحط المواد السامه تبعها ضمن حويصلات اسمها الجسيمات الحاله، يا اما بتكون عبارة عن أنزيمات حالة أو بتكون مواد سامة مثل السوبر أكاسيد، مثل الـ H2O2، مثل هايبوكلوريد الصوديوم، مثل النتريت. كل هاي موجودة وهي ما بتكون كثير مخزنتها ملعونة هاي الخلايا. طبعاً هو الله هاي الخلايا ما بتكون مخزنة مواد سامة لأنه بتخاف تفرط الخلية أو تنضغط أو كذا. شو بتعمل عند دخول العامل الممرض مشان تنتج الاكاسيد فوق الاكاسيد والجذور الحره بتعمل شيء اسمه هبه تنفسيه. بصير هيك تتنفس بسرعه مشان طالع فضلات سامه او فري راديكالز. هدول بتجمعهم وين؟ بالحويصل المسمى الجسيم الحال واللي كان اسمه راح تلاقوه بالكتاب اليحلول. صفى هلا بدنا بقى نجيب اليبلوع لعند اليحلول، ندمجهم مع بعض ليصير عنا الجسيم البالع الحال، وجواته بصير عملية تفتيت أو تخريب أو تسميم الجزيء المبتلع.
يعني جزيء مبتلع قد يكون ماده جزيئيه يعني غير حيه، لكن احنا هلا عم نحكي على حياه دقيقه بيتم شطره او تقطيعه او قتله بشكل نهائي. هاي هي عمليه البلعمه فاجوسايتوسيس، هي عمليه البلعمه اللي القتل فيها اما يعتمد على الاكسجين او لا يعتمد على الاكسجين. هلا بالخلايا البالعه الصغيره محببة في عندها بالحبيبات في لايزوزومز، في بيروكسيديز، في نتريد، هدول ما كثير بتعتمد على الهبة التنفسية بتعتمد عليه، وبينما في الخلايا البالعة الكبيرة غالبا بتم الاعتماد بشكل أساسي على الهبة التنفسية. بالنهاية شو اللي بصير للعامل الممرض؟ العامل الممرض رح يتفتت أو يعني يموت بشكل نهائي، او كانه عمى بس بتخبيه بتضعفه بتشقفه لحتى يتقدم بالمرحله التاليه الى المناعه النوعيه ليتم التخلص منه بشكل نهائي. اذا البلعمه لا تكفي لوحدها، احيانا بتوصل لنهايه العامل الممرض واحيانا لا بتجهزه للمرحله التاليه. طيب إذا نحكي بتفاصيل البلعمة بقى، إذا كان الجرثوم من النوع خارج الخلوي والقادر على إفراز أنزيمات حالة مخربة موضعياً، فالبلعمة فالعساكر اللي راح يجوا الخلايا البالعة اللي راح تجي هي خلايا نوع لا صغير. إذن الخلايا الجراثيم خارج الخلوية سيتم استدعاء الخلايا العديلات، خلايا العديلات من أجل مقاومتها. العديلات بتجي بسرعة، تبدأ الصراع وهي خلايا انتحارية، تبدأ الصراع يا حياة أو موت معها، لأنه الخلية اللي بتبلعم بعد فترة رح تموت، فرح تتشكل في أرض المعركة تجمع مما يلي خلايا، هذول نسميهم شهداء الخلايا البيضاء العديلات، والفطايس تبع الجراثيم، والضحايا تبع الخلايا المحلية، بروح من الرجلين دائما بروح. فتجمع مجموعة من الخلايا، وفي خلايا ميتة من خلايانا بسبب تأثير الجرثوم والتوسع الوعائي وزيادة النفوذية، مو بس بتطالع كريات بير، بتطالع سوائل، ففي تجمع للسوائل. هالكركبة هي كلها مع بعضها اسمها القيح. بس إذا بس القيح العمل، إذا هذا البس أو القيح هو مكون مما ذكرنا من الخلايا المتموتة تبعنا، الأنسجة المتهتكة، البكتيريات البيض الميتة والحية، الجراثيم الميتة والحية، وكل هاي نتيجة المعركة اللي حصلت بسبب يعني. لذلك هذا بنسميه تفاعل التهابي قيحي. طبعا مجمل دعوة الكريات البيض إلى المكان، انسلالها، البلعمة، كلها سوا هي العملية التوسع الوعائي، زيادة اسمها الانفلاميشن، الالتهاب. إذا البلعمة هي جزء من العملية الالتهابية، ممكن تصير بلعمة بالمكان قبل ما يبدأ العملية الالتهابية، بس هي جزء منها. بس كل العملية بالمجمل اسمها الالتهاب. فإذا كان العامل الرئيسي في البلعمة هو العديلات بنسميه تفاعل التهابي قيحي. طيب إذا كان العامل الممرض داخل خلوي غير مخرب للأنسجة مثل الفيروس أو ريكيتسيا أو الكلاميديا أو البروسيلا أو العصي السلية، البالعات الصغيرة ما بتقدر تبلع الخلايا المصابة لأنه خلايا كبيرة. مين بيبعثوا له؟ الماكروفيج. الماكروفيج تحاول ابتلاع الخلايا المصابة المخموجة، وإذا لم تستطع ذلك، وأحيانا بتكون الماكروفيج نفسها هي اللي بلعت مخموجة، فتقوم بإنشاء
منطقة عازلة حول الخلية المخروجة، يعني بيجمعوا الخلايا الماكروفاج تجي لمفاويات صغيرة الخلايا نظيرة البشرة. هي لو قطعناها هيك بالمشرط شفناها تحت المشرط بتبين مثل الحبيبة الصغيرة، يعني عدة خلايا عاملة مثل الحبيبة غير النسيج العادي. قام سموه تفاعل التهابي حبيبي. تفاعل التهابي حبيبي مكون من وحدات خلية وحدات نواة المونوسايتس بالإضافة إلى خلايا لمفاوية صغيرة وخلايا نظيف البشرة محيط بالعامل الممرض بالخلية المخموجة. ليش؟ مشان إذا طلع العامل الممرض انفجر الخلية المخموجة تقدري يستلم. وأحيانا بصير في تفعيل بعد فترة من قبل الخلايا الفائية للخلايا البالعة المحيطة بالخلية المخموجة بيرجعوا بيستلموا هذه الخلية المخموجة. المهم أن هذا التفاعل لا يتشكل فيه قيح، ما في خلايا ميتة، لذلك بصير في خلايا ميتة لكن ببطء شديد، فما بيتشكل القيح الحقيقي اللي بنشوفه بالتفاعل الالتهاب القيحي في الجراثيم خارج الخلوية المخربة. لذلك بسموها هذيك الجراثيم العنقوديات والعقديات والنيسيريا جراثيم مقيحة، بايوجينيك بكتيريا مشكلة مولدة للقيح. أما هنا فالتفاعل الالتهابي حبيبومي، هذا بفيدني بالتشخيص. أنا أخذ تشخيص من مرض من منطقة مصابة، بقول هذا عنده سل بالرئتين، ما عنده ذات رئة بالعنقوديات أو بالرئويات، ما في قيح، في تشكل حبيبي، تفاعل التهابي حبيبومي، ففكر بالسل أكثر وهكذا. طيب هي أنواع التفاعل الالتهابي، مين بيومي هالتفاعل الالتهابي ضد مين بصير هذا النوع من التفاعل الالتهابي؟ هلأ رح نحاول نشوف، بس مشان ما نكون نسينا شيء هيك نرجع نستعرض. هاي البلعمة هي عم تاخذها، هاي الأحضان، الهضم آليات معتمدة على الأكسجين وغير معتمدة على الأكسجين، تخريب الجدار الخلوي باللايزوزومز أو باللاكتوفيرين أو غيرها. هي العملية الالتهابية برمتها هذا الانسلال كريات البيض تتوسع طبعا الأوعية الدقيقة الانتهائية، بيكون جدراننا مكونة من طبقة واحدة. دائما تذكروا الميسوج، تذكروا الفيزيولوجيا، في المواد اللي تفرز أثناء العملية الالتهابية غير إنه بتتسمى سايتوكينز وليمفوكينز ومدري شو، كمان بنسميها أحيانا وسائط التهابية إنفلاماتوري ميدييترز. أحيانا في منها ما هي كيموكينات أو ليمفوكينات، كلها سواء بنسميها وسائط كيماوية، هي مواد كيماوية تدخل في العملية الالتهابية، هيستامين، بروستاجلاندين، براديكينين، عناصر المدممة أيضا تشجع الالتهاب، بالإضافة لشيء اسمه بروتينات التطور الحاد من الالتهاب. هي الكبد بينتجها نتيجة تأثر الخلايا الكبدية بالسيتوكينز لما بصير في عندنا التهاب أول ما خلال أول 6 ساعات. في عندي شيء اسمه سيري أكتيف بروتين، بكره كثير بتسمعه سي آر بي، هذا السي آر بي هو بروتين ينتج في أي عملية التهابية، بس يصير أي التهاب للجسم ممكن ينتج السي آر بي. في بروتين رابط للمالنوز أو لعديد السكرين الشحمي. شو دور هاي البروتينات الطور الحاد؟ عادة تؤدي إلى تفعيل السبيل البديل للمدمر. هلا بنحكي كلمتين عن المدمر. كمان حرائق الكيموكينز حكينا عليها شو. هلا الالتهاب دوره وسع أوعية، بيساهم بالتوسيع الأوعية حتى جذب الكريات. إله أدوار أخرى بالجسم، بس يقوم بدور وسيط التهابي. لذلك في بعض الأدوية المضادة للالتهاب هي مضادات للبروستاجلاندين. هلا الأسبرين شو تأثيره؟ الساليسيليك أسيد مضاد للبروستاجلاندين. طيب لا، هي معضلة، هذا التهاب انفلاميشن، ما يحدث في الداخل مجهريا، توسع الرئة، زيادة نفوذية وهجرة خلايا وتجمع سوائل، سيتظاهر سريريا على شكل حرارة موضعية، احمرار، وذنة، ألم. طيب
طيب بتقولوا لي هذا من برا اذا صار لك هالرئه هيك بصير هيك بصير من جوا كمان جهاز امعاء هيك لو كشفنا قشطنا الامعاء المناها بنلاقيها حمراء متوذمه الم لانه يوجع بطنه شرط حركيه رح نلاقي هذا الشيء موجود وين ما كان في التهاب لا هو لا لا مو سببه كل واحد سببه شكل الحراره زياده الجريان الدموي الحراره الموضعيه الاحمرار ايضا زياده التوسع الوعائي الوذمي زياده النفوذيه الالم البراديكينين والضغط واذيه النهايات العصبيه طبعا هو الالم الله خلقه عشان يبعد عن مصدر الاذيه لذلك الناس اللي عندهم مشكله بحس الالم بيحترقوا وما بيبعدوا بصير عندهم خرج ما بيساوي شيء الالم هو جرس انذار على فكره محرضات الالتهاب مو بس العوامل الممرضه مو الاذيه الناجمه عن العوامل الممرضه اي اذيه للانسجه يعني يرش له هيك حمض كلور الماء يحمر الجلد بصير في التهاب هي اذيه كيماويه ياكل فلق الواحد مصطرتين ثلاثه قوايع على ايديه بيحمروا كمان هي اذيه فيزيائيه اذا الاذيات بمجملها تحرض التفاعل الالتهابي بس طبعا الاذيات الفيزيائيه والكيميائيه ما بتصير تفاعل التهابي طيب ولا بصير تفاعل التهابي حبيبي اللي بصير هو بس توسع كلوي ليش؟ لانه من مهام بعض الخلايا الالتهابيه اصلاح الانسجه هذا بعد ما تخلص المعركه الفيبروبلاست وهدول بعض الخلايا شغلتهم يعني من التفاعل الالتهابي مو بس دوره انه يتخلصنا من العوامل الممرضه او مسببات الاذيه وانما اصلاح ترميم المكان الذي حدثت فيه الاذيه. طيب هي ما يحدث هلا بس بالمتممه لنحكي عليها كلمتين في عندنا بالمصل بروتينات قاعدين مثل الدومينو اذا بيكون كل وحده لحالها بدون تفعيل ما لهم وظيفه او لهم وظائف اخرى ترتبط باعمال اخرى بسموهن كل بروتين بسموه سي نسبة للكومبلمنت، ليش سموها الكومبلمنت هي او المتمم؟ تتمم عمل المناعة. تتدخل تتمم الجواب المناعي يسموها فأول ما بيفوت العامل الممرض مثلا بيتحد وإذا تكون له أضداد، اتحدت مع الأضداد، وجود الضد المصدق بفعل بينكش المتمم. أحيانا الدفان الداخلي بينكش المتمم، في ثلاث سبل لتفعيلها. إذا الدفان الداخلي ضد المصطدم أو الارتباط مع بعض مكونات الجراثيم مثل هلا في البروتين الرابط مثلا للمنوز بروح بيرتبط وبيجي بفعل المتمم شو بصير بس تفعل؟ مثل واحد عم ينكش الثاني هذا ينكش هيك ينكش هيك هيك في عناصر فعالة من المتممة مثل مثلا C3B وC3A C3A بتساعد على الطهاية شو هاي الطهاية؟ بيكون في مصطدم جرسو ماشي ومو سائل عن مين؟ عن البالعات. البالعة بتجي من هون ما بتلقطه، بتجي من هون ما بتلقطه لأنه في عنده مثلا مثل العنقوديات شفنا أو إلهم محفظة أو كذا، فبتكون هاي المتممة جنبه. وتستطيع الارتباط معه، ترتبط متممة مع المصطدم أو الجرثوم بالإيد الثانية ترتبط مع البالعة هاي ممكن تعملها الأضداد أيضا وتسمى أوبسونايزيشن الطهاية كأنه كانت مو قدراني تاكله أم شو عملت لها طبخت لها إذا الطهاية أحابت ورد. اثنين المشاركة في العملية الالتهابية بعض عوامل المتممة مثل السي 5 مثلا تجذب الخلايا. تجذب الكريات الالتهابية بشكل عام أو الخلايا الالتهابية بشكل عام أو حتى الخلايا المناعية. فبالتالي زيادة الخلوية في مكان الأذية. أيضا
هل بعض الخلايا كالجراثيم والخلايا الورمية في عنا نموذج الأخير للمتممة اللي هو ناشم عن تفعيل سي 7 و8 و9 بيطلع مركب اسمه المركب القتل الخلوي؟ هذا المركب بس يرزع الخلية بيثقبة بحل الأغشية الخلوية يؤدي إلى انحلال الجراثيم انحلال الخلايا المخموجة أو الخلايا حتى الورمية، لأن الخلايا الورمية هي شيء يستهدف من قبل العملية المناعية من قبل المناعة. إذا المتمم عدة أدوار تتمم، شايفين تحت بتتمم عمل المناعة الخلطية، فوق بتتمم عمل المناعة النوعية وهكذا. صار سرطان إما بتكون الهدف بالمناعة بتأخذه، طبعاً الجهاز المناعي تبعنا بدافع ضد الأورام وبتتشك، ونحن يومياً عم يصير عنا طفرات بجسمنا وبالصدفة لتصبط شيء واحدة بيصير عنده سرطان وممكن على كل الناس، لأنه لو ما عندنا جهاز مناعي كلهم بيصير سرطانات، والدليل مرضى الإيدز تكثر لديهم الأورام. بس أحياناً إما بتتهرب الخلية الورمية من إبراز مستضدات مغايرة، أو بيكون عنده مشكلة بالمناعة الواحد، أو بيكون العامل المحرر على تصرف قوي جداً ما قدر المناعة عليه. هاي قضية المناعة والأورام هاي بالمناعة تبدو بشكل مفصل، بس هيك الملخص. طيب هلا في عنا بعض النقاط هيك المهمة جداً من الناحية السريرية. الجراثيم داخل الخلوية تتم بلعمتها قبل بلاعم كبيرة وليس العدلات، تمام. الجراثيم خارج الخلوية تتم بلعم قبل العدلات ويصير عندي تفاعل التهاب الطيحي بين هون حبيبوني. بعض الجراثيم ممكن أن تبقى حية داخل البارعات. أحد عوامل الإمراضية لبعض الجراثيم فقط كونها تبقى حية داخل البارعات وبصير حاميها حراميها، بدل البارعة ما تقتلها بتطعميها وبتسقيها وبتفتح لها بيتها وبتجوزها وبتجيب عندها أولاد وبتاخذها لمنطقة ثانية. هي وبتكون هي الخلية الجرثومية بالأصل غير مؤذية، يعني ما عندها عوامل فوعة شديدة. عامل الرئيسي بإمراضيتها هي قدرتها على البقاء حية ضمن البارعة. شلون هاي بيتم التخلص منها بعدين؟ بعدين إذا المناعة جيدة الخلايا التائية بتيه البرز بتضل وراء الخلايا البارعة لتفعلها بشكل جيد لتستطيع القضاء على هذه الخلايا، وإذا ما صار هالتفعيل بصير المرض مثل مرض السل على سبيل المثال اللي كثير بيرتبط بالمناعة الخلوية. طيب كيف بتبقى يعني؟ يعني شو السبب بتخليها طيبة؟ في عنا عدة أسباب. أخذناهم مو مكتوبين هون، أخذناهم بالدرس الماضي، ما هيك؟ قلنا إنه إما تبقى حية، ما عم بقول ما بتتبلعم من عين أصله، اللي بتبقى حية بتتبلعم بس بتضل عايشة، إما تمنع التحام الجسيم البارع ذكروني فيه بالجسيم الحار، أو تحمر تمنع تحمير محتوى الجسيم البارع مع الجسيم الحار، أو أنها تهرب من الجسيم البالع الحال الى السيتوبلازما، فوتوه على الغرفه قاعدين سته وجده بالصالون والعيله كلها وبيقولوا شيء قتلي للولد قدامه، اذا بتقتله شو بتعمل؟ فوتوا على الغرفه. هي عم تدور على الشاطئ ولا تقتله فيه، هو شو عمل؟ صمت طلع حضن سته وجده طلعت تعمل ايه؟ ما بتقدر تسوي له شيء. هيك بصير معها هي الخلايا، حيث لا يمكن أن تقتل الخلية نفسها بإذن العامل المكروه. إذا هي الخلايا اللي بتقدر. هلأ الخلل الوراثي في عنا شيء اسمه أعواز المناعة الخلقية، هي بتجي وراثية، يعني الانسان بالوراثه طفره معينه موجود تصير بعدين او اثناء الحمل او التاثير ما، ففي اعواز مثلا النقص في عمل البالعات او نقص في عدد البالعات او
نقص في إفراز بعض الخبائر أو الأنزيمات الحالية ضمن البالعة. كل سوا هي عوامل بتأدي غالباً هذول المرضى ما بيعيشوا. هي أعواز مناعية خلقية نادرة تؤدي غالباً إلى زيادة الأخماج وخاصة المقيحة، وأغلب المرضى ممكن يموتوا بأعمار مبكرة. أحياناً بصير عندي أنا خلل مناعي، عوز مناعي بعدين مكتسب، سببه إما فيروس الإيدز أو بعض الأدوية الكافتة للمناعة ناخدها مشان نمنع المناعة. أحياناً نحن نمنع المناعة مشان مثلاً زرع الكلية، زرع الأعضاء، أو المرضى اللي عنده سرطانات. فبصير عندي أنا مصطلح بس ينزل عدد العدلات تحته 500، هي عددها 1500 وسطيات، بس يصير تحته 500 بنسمي الحالة نيتروبينيا، نقص العدلات، واسمه نيتروبينيك بيشن. هذا بخوفنا، مريض عم ياخذ دواء للسرطان بنروح نشوفوه بكره كتار، فورا بنعمل له تعداد للكريات البيض، اذا تحته 500 بنحطه بنقول له اللي عم يسعل لا يقرب عليه، واللي عم يعطس لا يقرب عليه، ولا طعمه بيض مقلي مو مطبوخ منيح، ولا طعمه سلطه من برا من عند البياع، ولا طعمه غير اكل مطبوخ، وكل واحد عنده غير مرض او مشتبه بمرض وبعده عنه. ليش؟ لانه مناعته ضعيفه. هذا نيتروبينيك. فاي شيء بيكون عليه ممكن يسبب له المرض. ايضا استئصال الطحال يؤثر على عدد ووظيفة الكريات البيض، لذلك المرضى اللي عندهم طحال مستأصل يصابوا بالأمراض بالجراثيم المقيحة وخاصة المكورات الرئوية، لذلك هدول إذا بدنا نلقح أول الناس نلقحهم ضد المكورات الرئوية. أيضا عند مرضى السكري لأسباب عديدة هلا مرة مفصلة تنقص وظيفة العدلات، تكون وظيفة العدلات لأنه ما عم تاخذ الجلوكوز تستقطبه بشكل جيد، ما عم تحرقه بشكل جيد، يعني وظيفة العدلات تكون ناقصة، وبالتالي فهم معرضون أكثر للأخماج القيحية. بتلاقي مريض السكري مسكين دمنه تطلع هون ما بتلاقي تشفى، بيطلعوا تنتين غير محل وهكذا، فهم معرضون أكثر للأخماج القيحية أو للتقيح. إذا هذه هي المناعة الخلقية أو عوامل الدفاع الطبيعي. من نلخص صفاتها، هي مجموعة من المكونات الفيزيائية والكيميائية والخلوية تقوم بدور في منع دخول العوامل الممرضة أو تحطيمها أو تقديمها للمناعة النوعية. تولد مع الإنسان، تورث، لا تحتاج إلى وجود العامل الممرض لكي توجد، هي موجودة أصلاً جلد، يعني إذا واحد ما في عوامل ممرضة ما إله جلد، إذا واحد حط لنار خيمة معقمة بيختفي الجلد تبعه شيء، لا. فإذا هي ليست بحاجة لعوامل ممرضة، ليست بحاجة إلى تحريض. الفترة الزمنية لحدوث المناعة الخلقية هي مؤانية، ما بدها وقت لتحضر حالها وتصير جلد موجود واللاكتوفيرين مفرز والانترفيرون وهكذا. اذا هذه صفات وليست نوعيه، يعني هي للغبره وللوسط وللجراثيم ولكل شيء، اذا ليست نوعيه اذا سميناها المناعه غير نوعيه. طيب هلا نحن دخل العامل الممرض، حاولت عاركت معه المناعه الخلقيه النيت اميونيتي وعملت اللي عليها، او عصي بقلب البالعه وما قدرت البالعه تعمله، او هي شقفته بس الشقف تبعه ضاره مستضديه، شو بده يصير؟ هنا تتدخل طبعا، هنا مو بكمل كل شيء، احيانا بتتدخل نص العمليه الالتهابيه، بس نحن قسمناهم لسهوله التدريس. هلا بتشوفوا كيف يعني عمليتين متداخلتين تتدخل ما يسمى المناعه النوعيه. شو هي صفاتها هلا؟ خلينا نعاكس صفات المناعة تقوم بها خلايا متخصصة، أجهزة متخصصة، اللي هو الجهاز المناعي الذي يتكون من العقد والأعضاء الليمفية الأخرى، ومن خلايا الرئيسية هي الخلايا الليمفاوية البائية والتائية، هذول بشكل أساسي بأنواعها المختلفة. البائية لأنه تكونت بالبون مارو نقي العظام ونضجت فيه
والتائية لأنه تكونت من العظام لكن نضجت في التايمز. هي العساكر أو الجنود العاملة في الجهاز المناعي. نوعي لأنه يهتم بالعامل الممرض على المستوى الجزيئي يعني كمستضدات، لذلك سمي نوعي. له ذاكرة لا يوجد يعني مع الإنسان بالوراثي، وإنما تتكون الاستجابات حسب التعرض. الشيء اللي ما تعرضنا له ما بيكون عندنا استجابة نوعية إلو اللي نتعرض له، إذا مرتبط بالتعرض ويحتاج إلى فترة زمنية محددة لكي تظهر نتائج عمله. يعني حتى تظهر الأضداد بدنا حوالي أسبوع لعشر أيام على سبيل المثال حتى تظهر الأضداد كأحد عوامل الدفاع أو المناعة النوعية. هي بشكل عام. خلينا هلأ نحكي بقى عن شو بصير بالمناعة النوعية. تقسم المناعة النوعية أو المكتسبة إلى قسمين. قسم بتكون فيه الأضداد الأنتيباديز، وقسم بتكون فيه الخلايا. سموها المناعة المتواصلة المتواصلة أو المتواصلة بالأضداد antibody mediated immunity. سابقا كنا نسميها الهمرة اللي سموها الأجانب، فنحن نترجمها الخلطية. ليش الخلطية؟ لأنه سوائل الجسم شو بسموها العرب أخلاط. الأضداد وهي بتكون فيها المناعة وين موجودة؟ بالأخلاط بسوائل الجسم المختلفة سموها مناعة خلطية. عرفت ليش؟ لكن هلا التسمية الحديثة المناعة المتواصلة بالأضداد، والمناعة الثانية المتواصلة بالخلايا. بس هدول شغلتين فايتين بعض إلى حد كبير. خلينا نحكي السيناريو العام بعدين نحكي بالتفاصيل. المستضد يدخل إلى الجسم غالبا على شكل عام كجزء من العامل الممرض. أحيانا إذا دخل لوحده أهلا وسهلا، فرح تاخذوا البلعمية، رح تاخذوا الماكروفيج، ورح تاخذوا الخلايا المتبصنة وتجهزوا وتقدموا من خلال تعرضوا من خلال شيء اسمه تقديم المستضد من خلال معقد التوافق النسجي الكبير. معقد التوافق النسجي الكبير سواء الصنف تايب 1 كلاس 1 او كلاس 2 راح تجهزوا بشكل الفراغي المناسب وتقدم. راح تجي تتعرف عليه خلايا اللي هي اسمها الخلايا المقدمة للمستضد. هلا تجي الخلايا المتعرفة على المستضد هي نوعين، اما تي هيلبرز او البينوفوسايتس. لا ناخذ فعل بينوفوسايتس. شلون تتعرف عليه؟ على سطح كل خليه بائيه في عنا هياكل للاضداد موديلات مثل الشعب مثل حرف الواي الاضداد لانه هيك بنيته. هي هياكل هي مو لتتعامل مع الجراثيم مع المستضدات برا، لا هي مركبة والله خالقها على العدد الممكن للأشكال الفراغية للمستضدات. بس وين بيكون؟ بآخر البكرة بستخدم المناعة الضد بالشعب تبعه بالمنطقة هي هون في فرضة فلم هون يركب مين؟ المستضد. يا بيزبط يا ما بيزبط. في جزء من المستضد اسمه المحددة، هذا اسمه الإبيتوب هون وهذا اسمه المحددة. إذا ضبطوا على بعض ركبوا على بعض يبدأ تفعيل تنطلق إشارة. هذا لزقان على الخلية من هون هذا الجزء تنطلق الإشارات من الخلية بالتفعيل يبدأ تفعيله. مو بس هيك كمان بتاخذ إشارات من الخلايا التغصنية والخلايا البائية المساعدة، لأن الخلايا البائية عادة بتكون دائمة
ليش نايمين؟ المنطقة الزنقاء نحن فيبدأ تفعيلها عند التعرف على المستقبل. هلأ شو مراحل هذا التفعيل؟ تتميز إلى خلية تسمى الخلية البلازمية وتنقسم أكثر وتبدأ بإنتاج الأضداد. أول نوع من الأضداد اسمه الـ IgM. هدول الأضداد في خمس أنواع رئيسية. أكبر واحد وأول واحد يتم إنتاجه هو الـ IgM. هذا ما بيعبر من الأم للجنين. إذا لقيناه عند الجنين معناتها عند الوليد معناتها خمس جديد مو من الأم جاي. طيب. اثنين ونسبته قليلة وبيزول بسرعة، يعني بيطلع بسرعة وبيروح بسرعة. خلال ثلاث شهور من شهر لثلاث شهور تختفي الأضداد الـ IgM. لذلك تعتبر مؤشر وجودها على الخمج الحديد. الحديد ما نقول الحاد، الحالي. Recent infection هي سجلوها. هي مهمة بس روح قل للمريض روح من لي الـ IgM تبع المرض تبع العام المغلق بعرف انه هذا الخمج. طيب في عندي الـ IgG اللي هي بتبدأ بالتشكل بعد 10 ل 15 يوم، هذيك الـ IgM أول أسبوع. بعد 10 ل 15 يوم تبدأ بالتشكل، عددها أكبر، وزن الجزيئية أصغر، هي الرئيسية، هي اللي بتبقى لبعدين، بتشكل الوقاية الدائمة. بعدين أول بوينت بأجل. بعدين الـ IgA غالباً ما تتوضع على الأغشية المخاطية، لذلك سميت سكريتوري أنتي باديز الإفرازية. وغالبا هي تقينا في المرحلة الأولى لدخول العوامل المغلطة، لذلك أي شخص عنده خلل بالـ IgM على الظهارات راح يصير عنده إنترنت تنفسية متكررة أو معوية متكررة. طيب في عندنا الـ IgD حتى الآن ما عرفوا شو يعني كثير عنها، بس هي مثل الـ IgG وعددها قليل جدا. في عندنا الـ IgE، الـ IgE لها وظيفة خاصة ما ترتبط بأي مستضدات، في مستضدات خاصة اسمها المؤرجة المحسسة، بجوز تكون أجزاء من العامل الممرض وخاصة من الطفيليات، وبجوز تكون مواد طبيعية. هي بس بترتبط بالخلايا البدينة، يعني هي تنتج أضداد ترتبط بالخلايا البدينة تؤدي إلى إفراز الهستامين من الخلايا السمينة أو الخلايا بديل. إذا هاي الكلاسز تبع الأنتيباديز. هلا شو اسمها الكيماوي للأنتيباديز؟ هي جلوبولينات. تعرفوا البروتينات يا ألبومين يا بنيوين، جلوبولين. هي جلوبولين. وكونها إلى دور مناعي فهي أميونو جلوبولين، الجلوبولينات المناعية بالعربي. فرمزولا بـ IG، I كبيرة وجي صغيرة. وحطوا جنبها حرف كبير IgG IgM IgA. طبعا IgG في لها سب كلاسز هلا ما راح ندخل فيه. اذا هدول هن الاضداد. تبدا الخليه بانتاج الاضداد بعد ما تتميز، بعد ما تتعرف على المستضد، تتلقى اشارات نتيجه هذا التعرف، تتلقى اشارات من الخلايا التائيه المساعده، فتبدا بالتمايز، بتصير خليه مصوريه، تنقسم وتبدأ بإنتاج الأضداد الموافقة لهذا المستضد فقط. إذا بصير عندي شيء اسمه تمايز نسيبي، تنتج فقط الأضداد مونوكلونال أنتيباديز، بس هدول تبع القفل تبع هذا المفتاح. ثم بعد ذلك بصير في عندها سويتشينج من الـ IgM على الـ IgG وبقية الأضداد، وبشكل خاص الـ IgG، وبتعبي لنا الدنيا أضداد وتقوم بتمنى بإنتاجها. بعدين شو بصير؟ بعدين عندما يتوقف بالعدد المستضدات نتيجة ارتباط الأضداد معها، تبدأ عملية عكسية في خلايا الكابدة، تتوقف العملية المناعية وتتوقف على الإنتاج. بعضها الخلايا البقية بتتحول إلى خلايا ذاكرة. شلون يعني؟ يعني ما عاد بدها تعرف من اول وجديد، ولا عاد بدها تفعيل سبيل الاشاره الثاني بنسميه عن طريق التائيات ولا لا، بمجرد التقت لمره ثانيه مع
الشكل الفراغي للمصطدد حتى لو لم يكن المصطدد نفسه، بس يكون لأنه العلاقة بين الضد والمصطدد هي علاقة فراغية وليست علاقة كيماوية، بس تلتقي بمصطدد في نفسه أو مشابه تبدأ بإنتاج الأضداد وبوقت أسرع، وبوقت أسرع الاستجابة الثانوية بتكون أسرع. طيب شو وظيفة هالأنتيباديز اللي بتفرزها الخلايا البائية وبتقوم بدور مهم في المناعة المكتسبة؟ في منها حكينا على دور واحد منها، هذا الأخ هون أخذوا صحة وشحطوا لهون مثل المتممة، هي عملية الطهارة Opsonization، يعني لها الشكل هذا أشكال الأضواء بيكون البالي على لون ازرق مو قدراني تاخذ المستضد، بيجوا الاضداد بيتعربشوا واحد او اكثر ولهم هني مستقبلات على البالعه بدخلوا غصبا عنه على البالعه اسمها الاوبسونايزيشن. طيب في عمليه ثانيه تعديل الديفانات، شو بصير فيها هي تعديل الديفانات؟ بصير فيها انه هالديفان طلع من الخلية الجرثومية ورايح حامل حاله ورايح على الخلية المستهدفة تبعنا، على خلية الثوي المستهدفة. إذا طلع له بطريقه أنتيبادي مناسب لأنه ديفان مستضدة، فإذا طلع له بطريقه أنتيبادي مناسب شو بيعمل؟ بيشبكه، بيعلق فيه، فما بيعود يقدر يرتبط بالخلية، يعني كأنه روح له سميته، فسميت تعديل نيترولايزيشن واسمها أضداد معدلة. أحياناً بيتجمعوا عدة مستضد أضداد على مستضد واحد وبيكونوا تكتلات من المستضدات غير فعالة يتم طرحها عن طريق البول غالباً أو حتى عن طريق البراز. هاي العملية اسمها الأضداد الحاصرة أو المرسبة، لذلك هي بعمل تشخيص احيانا بالزمن الدموية، اذا شفتوا تفاعل الزمن بنشوف مثل الرمل، هي ضد مستضد مرسب تنشاف بالعين المجردة اذا حصل التفاعل بكمية كبيرة. اذا مثل ما شايفين عندنا الطهي حل الجراثيم بوجود المتممة، ايضا ارتباط الضد على سطح الجرثوم مع المتممة يؤدي الى حل الجرثوم وخاصة عناصر المتممة C5A أو C789. ومنع التصاق الجراثيم والفيروسات على الخلايا هي سميناها التأثير الحاصر. في شغلة هم ماني كاتبها أنا اللي هي مساعدة الخلايا التائية السامة على قتل الخلايا المخموجة. هالخلية التائية السامة بتتعرف على الخلية المخموجة من خلال محددات مستضدية على سطحها أو الخلية الورمية، من خلال المعقد التوافق النسيجي بيطالع لها ملعون، هذا ما بيخلي العامل المولد الفيروس مثلا يدرى، وبيحط علامة على على سطح الخلية، فوقت اللي بيمرق بتمرق الخلية القاتلة سايتوتوكسيك تي سيت السامة مرقة هيك، هاي ما فيها شيء، هاي 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 فتلتصق فيها وبتخربها. احيانا بعض العوامل الممرضه تمنع تعيق انتاج اجزاء مستضديه تظهر على سطح الخليه، لذلك تمرق مو ما فيها شيء، هي صار هي صار هي صار بس مخموجه. مين اللي بدلها؟ مين الفسد هذا الفساد؟ العوايمه المستقلبه، لانه هذا بيقدر يشوف اكثر من الخليه السامه، بيجي وبيطلب على هالخليه، وقت اللي بتمرق من هون بتقول ما بتلاقي الشغلات الخاصه فيها، بس شو بتلاقي؟ بتقول لو ما كانت هاي الخليه عامله شيء ما بيرتبط فيها الضد، من خلال الضد بترتبط بالخليه المخموجه المؤوفه المصابه او الورميه وتقوم بقتلها، ويسمى هذا القتل الخلوي المعتمد على الأضداد. إذا شايفين هون عم يدخل بالمناعة الخلوية،
القتل الخلوي المعتمد على الأطباق. طيب هي خلصنا من المناعة الخلطية، قلنا المعلمين تبعها هن الخلايا البائية المنتجين، العساكر أو المنفذين هن الأضداد، المستهدف هي المصددات. وشفنا كيف تتعامل، كيف يتعامل الضد مع المصددات ليكفينا شرها بتعديلها، بطهيها، تقديمها للبلعميات و الشيء اللي شفناه، أو بتسهيل قتل الخلايا المخلوطة. هلا نجي على المناعة الخلوية. هل حكينا كله موجود صور؟ في بس هون شغلة سريرية، إنه الجسم بيكون أضداد لكل البنى المستضدية في العامل الممرض. العامل الممرض الواحد ممكن يكون له بنى مستضدية على نفس المحفظة أكثر من بنية مستضدية، أكثر من جزء، على الجدار الخلوي. هلأ نحن اللي نستفيد منهم بالمناعة هي الأضداد، احفظوها، الموجهة تجاه البنى المستضدية ذات العلاقة بالإمراضية. يعني أنا هون هذا فيكم واقف هيك، هذول مصطدم وقدمين مصطدم وإيده هاي مأذية مصطدم، اللي عم يأذي بس يفوت لعنا شو هي؟ إيده. نحن الجهاز المناعي رح يشكل أضداد لها وأضداد لهاي وأضداد لها. هلا هذول بفيدوني بالتشخيص، بس اللي بيفيدني بالوقاية الضد الموجه تجاه هذا المصطدم. لذلك قلنا الجرثوم أبو ذيفان ما في داعي أنا أجيب الجرثوم كله ودخله على الجسم لقاح. جيب الذيفان، جيب هذا المصطدم، هذا البنزين، وأعمل له لقاح. لذلك الأضداد الموجهة تجاه المصطدمات المتعلقة بالإمراضية هي تسمى أضداد واقية. لذلك احيانا نكتشف لبعض الاحياء الدقيقه بجسمنا اضداد بس ما بتكون واقيه من المرض. او في عندي شغله ثانيه، احيانا بالاس بغير طبيعته المستضديه، بشكل له اضداد اليوم بكره بغير الافندي طبيعته المستضديه ضمن الجسم، ما بتعود تفيدني تجاه الاجيال الجديده من الفيروس. هاي هلا الاضداد قديش بتعيش؟ الاضداد الاي جي ام تقريبا من شهر لثلاث شهور قوم تروح، الاي جي جي من اشهر الى سنوات حسب القوه المستضديه للمستضد اللي كونها، حسب الحاله المناعيه للثوي. كمان واحد ما عم ياكل منيح بروتينات ما بصير عنده اضداد بشكل جيد، عنده امراض تتعلق بالخلايا البائيه ما بصير عنده اضداد، وفي عوامل ممرضه هي قدرتها المستضديه شديده، لذلك النكاف بشكل مناعه دائمه. بعدين كمان نقطة سريرية ثانية، المناعة التي يكونها التعرض للعامل الممرض الطبيعي هي أكثر قوة وأطول فترة من المناعة التي يكونها التعرض للوقاح. لكن مشان ناخذ مناعة أطول شوي وأقوى شوي نروح نص العالم، لا أبداني. لذلك نحن ممكن نطور اللقاح بحيث نقوي قدرته المستضدية، أحياناً فعلاً نضيف بعض الجزيئات البروتينية للمستضدات تبع اللقاح مشان شو؟ تقوية الاستجابة المناعية. هذول بنسميهم المساعدات، فكرة بستخدم اللقاحات للمناعة بتشوفها. طيب، هي فيما يتعلق بالمناعة. هلا المناعة الخلوية مين بيكون فيها؟ خلايا التائية. الخلايا التائية في عنا الجزء الأول بنسميها الخلايا التائية المقدمة للمستضد، عندنا الخلايا التائية المساعدة وهي أهم جزء من المناعة الخلوية، تي هيلبرز تي سيلز، واللي بنسميها سي دي فور. شو هذا السي دي فور؟ هو جزيء موجود على سطح الخلية من ضمن الجزيئات المحددة للمستضدية الخلوية تبع الخلية، عضو رقم 4 اسمه سي دي فور. فهي الخلايا التائية المساعدة،
وعندنا الخلايا التائية القاتلة CD8 سايتوتوكسيك تي سيلز، الخلايا التائية السامة للخلايا اللي هي CD8، CD جنبها 8 المستضد موجود عليها، وفي السبريسر تي سيلز اللي هي الخلايا الكامحة. مثل ما قلنا بعد ما بيفوت المستضد بتتعرف عليه بتقدمه الخلايا المقدمة، الخلايا التائية قد تكون أحيانا من الخلايا المقدمة للمستضد. الخلايا التائية غالبا تتميز إلى تي هيلبر واحد واثنين مساعدة والخلايا القاتلة لحالها. تي هيلبرز شو بتعمل؟ التي هيلبرز ما بتمد إيديها ولا على جرثومة، ما بتقرب على المستضدات، ما بتوسخ إيديها، بس هي من بعيد لبعيد ناولوا وخبطوا، بس مع ناولوا وخبطوا تعطيه شفة مقوي. هي شغلتها تفعل بقية الخلايا، بما في ذلك الخلايا الباقية والخلايا التائية القاتلة والبالعات التي لم تستطع قتل العامل الممرض الذي بداخلها. كل شغلين الخلايا التائية المساعدة عن طريق شو بتفعلهم؟ عن طريق السيتوكينز أو الانترلوكينز التي تفرزها، الانترلوكين 2 أو الانترلوكين 6 أو عدد من الانترلوكينات الأخرى. هلأ عن طريق التفعيل الخلية الباقية بتتمايز وتبدأ بإفراز الأضرار. الخلية التائية القاتلة السامة للخلايا ايضا تتميز بشده وتصبح اكثر فعاليه عند تعرضها للانترلوكينات الموجهه اليها من الخليه تي هيلبرز، والبالعات غير المفعله التي استطاع العامل الممرض ان يعيش بداخلها تتفعل وتقوم غالبا بقتل العامل الممرض. لذلك فان اي خلل في وظيفه الخلايا التائيه سيؤدي الى خلل عام في المناعه، في الجواب المناعي، حتى في الجواب المناعي غير النوعي بالبالعات. واخطر ما يواجه الخليه التائيه خليه التي هيلبرز هو اصابتها بفيروس الايدز. فيروس الايدز له مسببات بشكل رئيسي على الخلايا التائيه تي هيلبرز وعلى الماكروفاج وعلى الدندريتيك سيلز الخلايا التغصبيه. بس انصاب الخلايا التائيه تي هيلبرز وتبدا تموت وحده ورا الثانيه في العدد، معناها الفعل تبعها بالجسم رح يقل، وبالتالي تفعيل الخلايا المناعية الأخرى رح يقل، فتنضرب عنا أو تفشل أو بصير عندي عوز مناعي يشمل المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، وبنشوف المريض بعد فترة رح يموت نتيجة الأخماج أو نشوء الأورام السرطانة. رح نشوف انه تواتر الاخماج عنده رح يزيد بشده حتى بالعوامل الممرضه الانتهازيه الرميه، وتواتر السرطانات ايضا رح يزيد عنده بشده، بتفرق كثير عن الاشخاص الاخر. اذا المناعه لا تقينا فقط من العوامل الممرضه من الخمج، وانما تقي من السرطانات. هلا نشوف اهم شيء بالوقايه من السرطانات هي الخلايا التائية السامة للخلايا. شو بتعمل هاي الخلايا التائية السامة للخلايا؟ هي نوع من الخلايا التائية، لمفاويات تائية، جوالية في الجسم، تبحث عن الخلايا التي تبدي مستضدات شاذة غير مستضدات الطبيعية، إما سرطانية أو من فيروسات أو عوامل ممرضة موجودة بداخلها. بس يفوت يضعف الفيروس او العامل الممرض الاخر داخل الخلوي، الجسم من خلال معقد التفاعل المركب او معقد التوافق النسيجي رح يبدي جزء من البنيه المستضديه لهذا العامل الممرض، او رح يبدي بنى مستضديه جديده لم تكن موجوده من قبل اذا كانت الخليه مصابه بالورم. فتصبح الخلية بالنسبة للخلية القاتلة التائية السامة خلية شاذة، أي هدف لها، فتقوم بالارتباط بها وتفرغ مواد
سامنة انزيمات حالة البورينات ضمن هذه الخلية، أحياناً تعمل ثقوب وبتفرغها، وأحياناً تصهر لها حسب الآلية اللي عم تقول فيها تصهر لها الغشاء الكلوي وتؤدي إلى موت الخلية أو قتل الخلية المخموجة أو المصابة بالورم أو المصابة بالورم. هذه الآليات جميعها تؤدي إلى حفظ جسدنا أو الوقاية من سواء الأخماش أو الأورام. نجي للخلايا الكافية. طبعاً المعركة بالأخير شو؟ بدها تخلص. يعني واحد من الطرفين بده إما يستسلم أو يهرب أو يموت أو كذا بتوقف. وإلا إذا ضلوا الجنود عم يتجمعوا والبواريز والطقطقة والكذا شغالة مصيبة. فعادة عند ما يتم التخلص من العامل الممرض ما عاد في مستضدات تثير الخلايا الدائية المساعدة، كلها راحت أضاف ومسكت لقطتها، فيبدأ دور الخلايا الدائية الكابتة بإفراج انتروكينات خاصة تقوم بنهي بتخبيط عمل الخلايا المفعلة، وتبقى فقط الخلايا الذاكرة والأضداد التي تشكلت. أحياناً مثل ما أي تخبيط بعمل الخلايا الثائية يؤدي إلى عوز مناعي، أي خلل في عمل الخلايا الثائية الكابتة سيؤدي إلى فرض استجابة مناعية تسمى أمراض مناعة الذاتية. تسمى أمراض المناعة الذاتية. فأمراض المناعة الذاتية أحد ثلاث أسباب: إما الجسم ما بيتعرف على حاله بيهاجم نفسه، أو بيكون فرط استجابة عنده، أو بيكون في عطالة بالاستجابة. هاي الأمراض المناعة اللي بنسميها المناعة الذاتية، وهي لما بتاخذ المناعة بتاخذوها بشكل مفصل، بس هلا نحن عم نعمل يعني إطلالة على المناعة والأخماش، كيف يقاوم الجسم الأخماش؟ قلنا نحن بعوامل المناعة الخلقية وعوامل المناعة المكتسبة، بتعرفوا المكتسبة بسموها acquired immunity أو specific أحيانا نوعية بنسميها هي المناعة. طيب ما العلاقة فيه؟ ممكن هلا إذا أبدت الخلايا مستضدات تستطيع الخلايا الثنائية السامة رؤيتها ستقتلها. هلا دون الدخول بالتفاصيل، قال لي زميلك ليش في ناس بصير عندهم سرطانات؟ يا بيكون هالنوع من السرطان قادر على إنه ما يخلي الخلية تبدي المستضدات، أو الخلايا الثنائية ضعيفة. فهي لها دور بقتل جميع الخلايا الشاذة حميدة أو غير حميدة. طيب، ومثل ما قلنا لكم يومياً عم يصير في عنا تغيرات في الخلايا وعم نخلص منها وما عم ندرى. أخيراً المناعة النوعية تسمى أيضاً المناعة الفاعلة. المناعة النوعية المكتسبة تسمى المناعة الفاعلة، وتحدث نتيجة التعرض للعامل الممرض الطبيعي أو صناعياً باللقاح. طيب، شو هن اللقاحات عادةً؟ إما العامل الممرض كاملاً مضعفاً أو مقتولاً. طبعاً إذا مضعف أحسن للمناعة لكن أسوأ للجسم، لأنه ممكن يتفعل. وإذا واحد الحامل والطفل الصغير ومضعف المناعة ما بنعطيهم لقاحات محضرة من عوامل ممرضة مضعفة، معلش يخلي مناعتهم تكون أقل متشكلة شوي، لأنه هذا بجوز يستغل بعض المناعة وظروفهم ويتفعل. إذا عامل ممرض مضعف أو عامل ممرض مقتول أو أجزاء من العامل الممرض
مأخوذة مستضدات مؤضات مستضدات مهيئة هلأ بطريقة هندسة وراثية مثل HBS أنتيجين لقاح التهاب الكبد اللي أخذتوه هو مستضد فقط لوحده أو ديفانات معقدة. هي طبيعة الأضداد، طبيعة اللقاحات. إذا عندي مناعة نوعية مكتسبة فاعلة. ليش فاعلة؟ لأنه جسم كونها. طيب ممكن يكون في عندي مناعة نوعية مكتسبة غير فاعلة من برا لبرا؟ إيه اسمها منفعلة، يعني بعطي الجسم أضداد أو خلايا مفعلة. الخلايا لحد الآن ما اشتغلت نعطي الجسم أضداد. هي ما صار لها 100 سنة شغلة، بلشوا بيعطوا مثلا الحيوان بيحصنوه بالكزار على سبيل المثال، أم شو بيكون؟ أضداد بكميات كبيرة، بيمصوا له دمه، بيعملوا فرز فيزيائي وكيماوي لتطلع الأضداد، لأنه هي بالبولينات مناعية، بالرحلان بيطلعوها، بيحطوها بهالأنينة، كل واحد خايفين ينصاب بالكزار بنعطيهم هدول الأضداد. وهلا في عندنا كثير من العوامل الممرضة التهاب الكبد بي، عندنا الحمار، عندنا اللي هو الشيكن بوكس، عندنا الكزاز، عندنا كثير من بنسميها مصول ضدية أنتيسيرا. ليش؟ لأنه مصر فيه أضداد مركزة نوعية. طيب شو ال إذا هذا اسمه مناعة منفعلة أو مناعة نوعية مكتسبة منفعلة. شو المثال اللي عليها؟ إن هاي الأنتي سيروم الموجود بالسوق واللي هلا بلشوا يحضروه من مصادر بشرية أفضل، لأنه المصادر الحيوانية ممكن تعمل تفاعلات في بروتينات حيوانية بالضبط. طبيعيا شلون هذا بصير؟ من الأم إلى الجنين في المرحلة الرحمية وما بعد الولادة في أول مرحلة الرضاعة. اللبن حيث يحوي على الاي جي اي بكميات كبيره. الاي جي اي هلا الاي جي جي بتتاخذ بالمرحله الرحميه، واي جي ام ما بتتاخذ. شو قلنا اذا عم نفحص ولد صغير عمره شهر وشهرين لعامل ممرض؟ الاي جي ام تبع عامل ممرض ولقيناه عنده، معناتها هذا مفحوش حديثا، مو هدول هيك هديه من امه وهو موجود بالرحم. طبعا الاضداد التي تعطى من الام الى الجنين هي الاضداد اللي عندتها الام، يعني المرض اللي ما صابت في الام ما في اضداد تنعطى للجنين، هي واقي للجنين، الله خلقها لبين ما يقوى جهازه المناعي فتعمل له وقايه شغله كم شهر، احيانا ما بين 3 شهور الى 6 اشهر تكون الاضداد المكتسبه من الام واقي. تفضل. الأضداد لا، لأنه بياخدها أثناء التكون، تعرف عليها مثل الجسم في مرحلة تكوننا جهازنا المناعي بيتعرف على المستضدات تبعنا سيلف أنتيجينز، وكل الخلايا المناعية اللي بتتعامل بشكل سيء، يعني بتتعرف عليها كمستضدات جسمنا بيحذفها. في شيء اسمه ديليشن بصير بالتايموس، بس بنخلي الخلايا اللي ما بتتعرف على مستضداتنا او بتتسامح معها. طيب لا لا، خلايا ما في نقل خلايا، نقل اضداد كله. الاضداد هلا بنحكي عليها، الخلايا المنفعلة الصنعية بنقل الأضداد تنتقل من اللحمة، نحن بنحطها ونعطيها للعامل نعطيها للعامل للشخص للإنسان إلى وقت ميزنا إنه سريعة العمل دغري نعطيها، لكنها آنية لا تستمر أكثر من شهر، مفهولة بتروح بالجسم، لأنه هاي مو متعرض، هاي عيري، وتوب العيري ما بيدفي، لكن المريض لها أحيانا لبين ما تتكون الأضداد، هاي أسرع من اللقاح. إذا هذا فيما يتعلق بالمناعة المنفعلة الصنعية. طيب هاي التقسيمات المناعة بشكل عام،
صور هيك. العامل الممرض بس هي تذكرة بالشيء اللي أخذناها، هذا تذكرة عملية سريرية، إنه عندي الجراثيم المقيحة المقاومة بشكل أساسي بالمناعة المعتمدة على الأضداد أو بالبالعات الصغيرة، الدفانات الخارجية بالأضداد والجراثيم داخل الخلوية والفيروسات بالبالعات الكبيرة أو بالخلايا القاتلة أو السامة للخلايا. هاي تعرض الإنسان للعامل الممرض، رح إما بيظهر المرض ويحدث الشفاء أو لا يظهر المرض ويحدث الشفاء، وفي كلا الحالتين تتكون مناعة، أو بصير نوع من التوازن، هذا سميناه الإزمان، بقاء العامل الممرض دون زوال الفوي، أو إنه الفوي شو بصير له؟